أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوت كوم. ملفات متعددة وصدى واسع لهذه الملفات نجده في تفاصيلها، لكن قبل ذلك دعونا نتصفح العناوين معا. إلى العناوين، في البداية نتوقف عند قرار للقضاء الدنماركي بحبس عباس محمد باقر الناصري بتهمة غسيل الأموال، وأهالي ذي قار يطالبون بإقالة شقيقه المحافظ يحيى الناصري. ثم إلى تواصل اعتصام حملت الشهادات العليا أمام مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للمطالبة بحقوقهم بالتعيين. بعد ذلك نذهب إلى انهيار الواقع الصحي والقوات الحكومية، تعتقل أحد النشطين وثق جانبا من جوانب الانهيار الصحي. أما الختام فسيكون مع سوء الواقع الخدمي والإهمال الذي تتعرض له بعض الملاعب الرياضية في مناطق مختلفة. أهلا بكم من جديد. أصدر القضاء الدنماركي إذن قرارا بحبس المدعو عباس محمد باقر الناصري، وهو شقيق محافظ ذي قار يحيى الناصري وابن المرجع الديني محمد باقر الناصري. حبس القرار جاء بالحبس مدة 4 سنوات، وذلك بتهمة غسيل الأموال. التهمة موجهة إليه بغسيل أموال مبلغ وقدره 57 مليون دولار، وذلك من خلال تحويلات تتعلق بتجارة الحشيشة عبر مكاتب صيرفة يملكها في الدنمارك، وجرائم أخرى تعود لسنة 2014، وفقاً لصحف دنماركية تظهر أمامكم هذه الصحف الآن وفيها البيانات. هذه الحادثة طبعاً أعزائنا أعادت للأذهان اتهام ابن محافظ كربلاء لؤي الياسري بتجارة المخدرات العراقية، وكان تجارة المخدرات وغسيل الأموال أصبحت مهنة ملازمة لأقارب المسؤولين العراقيين. طبعا هذا ما أشارت إليه مواقع دنماركية تحدثت عن القرار الدنماركي، قرار القضاء بحبس شقيق محافظ ذي قار. أعزائنا طبعا وكما تعلمون أهالي محافظة ذي قار يتظاهرون بين الفينة والأخرى من أجل المطالبة بإقالة المحافظ يحيى الناصري، تظاهرة اتهم فيها المواطنون الناصري بالاستحواذ على كامل أموال المحافظة من خلال هتافات رددوها معا. نستمع إليهم وإياكم. تسمع لي وقطع الهديل يحيى الناصري، يحيى الناصري، يحيى الناصري، يحيى الناصري، يحيى الناصري، شوارعنا قفت ميلاد، شوارعنا قفت ميلاد يحيى الناصري، شوارعنا قفت ميلاد يحيى الناصري، يحيى الناصري، يحيى الناصري، يحيى الناصري. قول يا مولاي يا مولاي ويا سيدي ويا سيدي يا سيدي ويا سيدي يا سيدي ويا سيدي يا سيدي ويا سيدي هذا المحافظ مو زين يا مولاي، هذا المحافظ مو زين يا مولاي، وهذا المحافظ مو زين يا مولاي، وهذا المحافظ مو زين يا مولاي، وهذا المحافظ مو زين يا مولاي، يا سيدي يا مولاي، وهذا المحافظ مو زين يا مولاي، وحتى الحماية مساكته يا مولاي، وحتى الحماية مساكته يا مولاي، وحتى الحماية مساكته يا مولاي، ودورونا دول الساسة يا مولاي، ودورونا دول الساسة يا مولاي، ودورونا دول الساسة يا مولاي، ويا سيدي ويا سيدي يا مولاي، ويا سيدي ويا سيدي يا مولاي، هذا المحافظ مو زين يا مولاي، هذا المحافظ مو زين يا مولاي، هذا المحافظ مو زين يا مولاي، ويا سيدي. طبعا ليس هذا فقط ما يحدث في ذي قار، هناك أمور أخرى. في قضاء الإصلاح بالمحافظة خرجت أيضا تظاهرات حاشدة، وهذه التظاهرات كانت من أجل المطالبة بتحسين الخدمات ومحاسبة المسؤولين، كما ردد المتظاهرون فيها هتافات وقالوا من ضمن الهتافات باسم الدين بقونا الحرمية. Yeah.
طالب، انتم طلب الي شخصيا الي، هم اول دقيقه دقيقه. الان نذهب اياكم الى موضوع اخر يتضمن عده اخبار، الى تواصل اعتصام حملت الشهادات العليا أمام مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للمطالبة بحقوقهم بالتعيين واستيعابهم في الوزارات الموجودة في العراق. هذه التظاهرات تتواصل لليوم الثالث على التوالي. ما يردون العراق يتطور، ما يردون اكو دولة قانون، ما يردون اكو استاذ يدرس بأريحية، يجيبون اساتذة من مصر ويجيبون من باكستان ومنهج بالشركات، واحنا ولد البلد ولد الخايبه نقعد على 5000. ما نقبل والله ما نقبل. جاي انا بحلقي، انا ما جاي راشد عادل عبد المهدي، انا راشد الشرفاء، انا اساتذه الجامعه، راشدكم انتم، ابوس ايديكم واخليكم على راسي، انتم فقط المواطن. هذا الحكي مو للاستهلاك، خلي يسمعونه، مو للاستهلاك. رسالة كل إنسان شريف، رسالة كل مواطن عراقي من غيور على بلده، والله وتالله وبالله لا تهتم، قسما بمحمد الاعتصام ما يحل إلا ناخذ معاكم. الموت الموت التحرير لا يحل. ليس هذا كل ما قام به المعتصمون المستاءون، وإنما كان هناك أمور أخرى. المعتصمون رددوا أيضا شعارات ضد الأحزاب والسياسيين بسبب الظلم الواقع عليهم كما قالوا. لنستمع الآن وإياكم إلى جانب من هذه الهتافات. متحمدين أحزاب السلطة اللي يهمشونا، احنا استطعت الأجيال ما صفتونا. متحمدين أحزاب السلطة اللي يهمشونا، الشارع قررنا ننام، قررنا اليوم اعتصام. ما يتنفذ مطلبنا والله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر، مطلبنا والله ما الله الله أكبر، الله إيدك فوق، إيدك فوق، الله إيدك فوق، عينون الكفار وعينون الأهلية، حتى ابليس بهذا الكون من عرفكم أظهر، الله الله أكبر، حتى ابليس بهذا الكون من عرفكم أظهر، الله الله أكبر. إلى جانب هذا المقطع المصور الذي شاهدتموه، فإن العديد من النشطاء ومن بينهم من يشاركون في هذه الوقفات والاعتصامات الاحتجاجية أكدوا أن الاعتصام متواصل ومستمر إلى أن ينال هؤلاء الشباب حقوقهم المشروعة. الآن إلى موضوع آخر يتعلق بتواصل للأسف ترهل وإهمال الحكومة الحالية فيما يتعلق بالملف الصحي بسبب عدم توفر سيارة إسعاف نقل مريضة بالستوتة في قضاء الشطرة التابع لمحافظة ذي قار. لقطات وثقها ناشط من المدينة نشاهد إياكم. هسه احنا بزمن 2019 وألف وزير اجى لوزارة الصحة، احنا بيا زمن المريض اللي يعاني ما توصل له اسعاف للبيت، وهاي المريضة قدام عينكم بستوتة ناقلينها بقضاء الشطرة. خلي يشوف وزير الصحة، خلي يشوف كل دوائر الصحة، اللي يشوفون المسؤولين اللي تابعين القضاء الشطرة البرلمانيين، يعني هاي حالة بشرفكم ينقلونها بستوتة للمستشفى، الله أكبر، الله ينتقم منكم. هذا جانب من جوانب الإهمال الصحي الذي رصدناه لكم في أخبار هذا اليوم، من الأخبار أو المقاطع المصورة التي تداولها عراقيون عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. الآن نذهب إلى ظاهرة أخرى أيضاً في موضوع الإهمال الصحي. في مستشفى الكاظمية ببغداد، مواطن وثق انتشار الحشرات والصراصير والأوساخ في ردهات المستشفى وبالقرب من المرضى. تعالوا نرى معا.
السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا يا جماعة المستشفى كاظمي، شوف الصراصر اللي بيها والعبان النفيس، ويقول لك حكومي ونظافة. هاك شوف هاي القذار والوساخ، شوف مستشفى هاي، شوف 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 شوف. سرحني ومرحنا براحة ما شاء الله، غذاء موجود ياكلهن. شوف هاي شلونها ما شاء الله كبرانة، هاي صغيرة، هاي الحجية مالتنا جاي تدليني لأنه هواية بكثرة ما شاء الله. هاي مستشفى الكاظمية التعليمي زين. ها شوف المخاخ، شوف اللعبان نفيس، الوساخ، القذارة ما شاء الله. ها مستشفى قل لك نظيف. مشاهدينا طبعا ظل أن أذكركم بأن الشاب الذي صور المقطع من مستشفى الكاظمية والشاب الذي صور من قبله مقطع آخر، طبعا عدم توفر الإسعاف في الشطرة، وكل من يصور مثل هذه المقاطع يتعرض إلى الاعتقال في العراق ما بعد 2003. هذا الكلام ليس من نسج الخيال، لأنه حصل بالفعل، واعتقل نشطاء أو ناشط في مجال البيئة والأهوار، هو المرشد السياحي رعد الأسدي، حيث تم اعتقاله اليوم بسبب نشر فيديو لمستشفى الجبايش العام في محافظة ذي قار، وهي تحتوي على ضفادع ودود داخل الردهات. هذا ما حصل فعلا. الآن دعونا نذهب إلى موضوع آخر. الناشط روان سالم من بابل وثقت مقطعا مصورا بالقرب من ملعب بابل الذي تحول إلى قطعة متروكة من الأرض، وهي مهددة بأن تستثمر وتحول إلى مول أو أي شيء ربحي آخر، بدلا من تطوير الملعب لدعم الرياضة والشباب للقضاء على أوقات فراغهم والظواهر المتعلقة بذلك مثل ظاهرة الانتحار. هذا ما قالته الشابة، وهناك المزيد نتابعه في المقطع الآتي. هذا المات الخلفي كان اسمه نادي بابل الرياضي، واللي يشكل جزء من الذاكرة الحلية. تحول بين ليلة وضحاها من صرح رياضي عمره 60 سنة إلى أطلال، ضاعت ويا كل الذكريات الجميلة والأسماء اللامعة اللي حفرت اسمها في عالم الرياضة. الحكومة بدل ما تزيد من النوادي الرياضية ومراكز الشباب حتى تخفف من آثار البطالة والفراغ وتعالج حالات الانتحار واليأس وتعاطي المخدرات، قررت أن تحيل النادي للاستثمار، وكأنه النادي فائض عن الحاجة والرياضة ترف لا مبرر له. ليش هذا التخبط؟ الرياضة مو بفلوس، الرياضة للجميع. من أنطى الحق للوزارة أن تتجاهل رغبات الشباب وحاجاتهم النفسية؟ ليش ما أعادوا بناءه؟ ليش ما بنوا بقاعات جديدة؟ ليش ما دعموا رياضيا حتى يبقى متنفس للشباب؟ هذا النادي راح يتحول للاستثمار، ويوما ما زعماء هذا الوطن راح يتحولون الى تماثيل من الشمع في متحف كبير يقص للاجيال حكاية وطن ضاع دمه بين قبائل الفساد. ليش وليش وليش؟ وتساؤلات عديدة طرحتها روان سالم من بابل على الحكومة الحالية التي اتهمتها بالتقصير بحق الشباب هناك في بابل، وللأسف الملعب هناك الذي أصبح قطعة أرض مهجورة ولم تجد في المسؤولين من يقوم أو من يقوم بواجبها. الآن إلى ناشط آخر هو أبو آية السعيدي من قضاء الشطرة في ذي قار، يقول أو يصور كذلك حال ملعب الشطرة الذي تحول محيطه إلى مكب للنفايات بسبب الإهمال الحكومي بعد صرف المليارات على إنجازه، والتي ذهب جزء منها لحيتان الفساد وفقا لما يقوله سكان القضاء. هاي واجهية ملعب الشطرة، شوفوا بدل ما شيء
يخلي الملعب على جماليته، يخلي كل الدول تباوع له، يخلي العالم تفتخر به. لا احنا سيارة مسكربة عاطلة، صار لها تقريب ما يقارب 7 سنوات 8 مذبوبة بظهر الملعب. شوف شوف زبايل، شوف زبايل، هذا ظهر الملعب، هذا ملعب الشطرة، هذا الظهر مال الملعب. يلا هذا من اللي مختص به؟ بلدية، محافظة، المقامين. هاي هذا الملعب، ظهر الملعب، هذا بدل ما تكون نافورات باب ملعب بظهر الملعب، قراجات مال سيارات، لا حاويات مال زبالة ونفايات كارثة الدنيا ولعبان نفس، وتكره حتى الطوبة إذا تجي للملعب. أبو طبعا هذا صورته جزء جزء يعني من اللي قدرت أصوره، يعني هذا ملعب، هذا ملعب على مستوى محافظات، يعني على مستوى محافظات مهمول من كل الدوائر، مهمول. ها شوف شوف وين مخضر الحشيش، باب الملعب الأولمبي، يعني الملعب المفروض بابه يعني نافورات تدشي يعني روعة، لا احنا حشيش. طبعا هذا ملعب الشطرة، هذا الملعب ذبوا عليه مليارات، عبارة صار عن خرابة. ننتقل الآن وإياكم من ملعب شطرة في ذي قار إلى فقرة آراءكم، وفيها تداولت مواقع التواصل مقطعا مصورا لطرد النائب السابق مشعان الجبوري من الدار التي يسكن فيها وهي بمنطقة الدورة. طبعا طرد من قبل قوة مشتركة من عمليات بغداد ووزارة الداخلية وبإشراف لجنة من دائرة عقارات الدولة بسبب ما سموه تجاوزه على عقار حكومي منذ 15 عاما، الأمر الذي دفعه إلى استخدام الكلمات البذيئة وتهديد اللجنة ومنتسبي القوة. مشعان الجبوري من جانبه نشر وثائق وقال إن عصابة متعاونة مع من وصفهم بالفاسدين في دائرة عقارات الدولة وبلدية الدورة تحاول منذ أشهر الاستيلاء على أرض متعاقد عليها مع وزارة الزراعة. تعالوا نتابع المزيد في المقطع الآتي. خلاص اشوفك هسه راح اشوفك، بس عندك كتب قديمه وطلعت مزوره وراح اشوفك انه الكتب بس تسمع ويمثل كلمات بس يقول بس تسمح لي هسه انا داخل هسه بس خليني هسه راح اسوي فد شيء قدامك بس بس تسمح لي لا يهمني ضربه رحنا عليكم الصبح بالقدر اذا وصل لهنا انا اشحطه بالباب تقول ورحمه ابويا اموت دفاعا عن ارضي اشحطه والعن ابوه لا ابو سوا مدير لا ابو حطه بالدوره زين هنا مالك شغل حبيبي لا اصلا لا ابعد مالك شغل. كيف استقبل العراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو وكيف علقوا عليه؟ الآن نقرأ عليكم أبرز المنشورات التي كتبت. في المنشور الأول نقرأ وإياكم ما كتبه فؤاد، يقول بغض النظر عن مشعان الأخبل ليش بس وياه يطبق القانون، عموري وهادي وغيرهم متجاوزين على عقارات في أرقى المناطق في بغداد وتساوي المليارات، ليش ما حد يحاسبهم؟ لو بظهرهم عصابات ذولا، لو بظهرهم عصابات ذولا القانون لو يطبق على الكل، لو لا تصيرون مكطمين هذا السنفور مال البرلمان طلع لسانه هيج العادل أكبر منه شلون. من فؤاد نذهب إلى شخص آخر يكتب حازم، هات لي ياما أخذين كل أملاك الدولة ويدعون الشرف، للعلم راح يأخذون البيت منه ينطوه لغير حرامي. ربما كان كلام حازم فيه أخذ ورد لدى الكثير. رويدة تكتب يا ريت القانون يطبق على جميع المسؤولين ويا ريت هذه حلم للكثيرين. زينب تقول إن شاء الله كلهم نخلص من عدهم ساعة سودة من يجوا على من اجوا للعراق. ربما يناصف زينب بهذا الرأي الكثيرون ايضا. نادين فرحان تكتب والباقين شو وقت والمتجاوزين اللي انتشروا بأرقى احياء بغداد شو وقت تقلعوهم؟ ايضا ما تحق يا نادين يقول عراقيون. الان الى المنشور الاخير بحسب ظني وهو لفاضل القرعاوي، يقول مشعان لان فقير اذا انتم ابطال روحوا للحيتان. هذا كان موقف
فاضل إذا كنتم أبطال فاذهبوا للحيتان الذين يسيطرون على مال الدولة على حقوق العراقيين الذين بسببهم لا يجد العراقي قوت يومه. الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة هاشتاج. حقوق الطفل مهدورة بالعراق، هو هذا الهاشتاج الذي اخترناه لكم، والآن نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي ذيلت بهذا الوسم الإلكتروني. البداية مع مارشال يقول: تتأثر نفسية الأطفال سلبا نتيجة ما يتعرضون إليه من عنف بدني وعنف نفسي يترتب عليه مشاكل نفسية، فليست التربية أو التعليم أو التوجيه بالعنف والإكراه بل بالمعاملة الطيبة. إلى تغريدة ثانية بعد مارشال نذهب إلى تغريدة جديدة الآن، وفيها نقرأ ما كتبت هبة تقول: كيف نؤمن في الحياة ونحن ما زلنا نرى طفلا يعنف وطفلا يغتصب وطفلا يتسول؟ كيف نعيد الأمل إلى قلوبنا وقلوبهم؟ معك حق والله يا هبة، قد يرى الكثيرون ذلك. مصطفى يقول: في بلدي مهدورة حقوق من لا يستطيع المطالبة بحقه، من هو خائف من غريب يتهكم على براءته وقريب يخدش كرامته. إلى التغريدة الأخيرة نذهب إياكم الآن، والتي ذيلت بهاشتاج حقوق الطفل مهدورة في العراق، وكتبت أسيل: تتأثر نفسية الأطفال سلبا نتيجة ما يتعرضون إليه من عنف بدني وعنف نفسي يترتب عليه مشاكل نفسية، فليست التربية أو التعليم أو التوجيه بالعنف والإكراه بل بالمعاملة الطيبة. هذا ما قالته أسيل. أعزائنا المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد التواصل .com لهذا اليوم. لاحقا نلتقيكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة وتمام العافية. إلى اللقاء.